في شأن آخر، أعلنت وزارة الموارد المائية والري استعداداتها لمواجهة الأمطار والسيول، حيث تم رفع حالة الطوارئ بين كافة أجهزة الوزارة وتشكيل غرف عمليات بالمحافظات وربطها مع غرفة عمليات مركزية بالوزارة للتعامل مع أي أزمات قد تحدث وحماية الأرواح والممتلكات والزراعات من مخاطر السيول وتداعياتها والتقليل من حجمها المتوقع قدر الإمكان. من جانبه قال المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الري انه تم الانتهاء من اعمال تطهير مخرات السيول وشبكات الترع لمجابهه السيول، وقد تم ابلاغ كافه الاجهزه بتقرير التنبؤ بالامطار التابع لقطاع التخطيط بالوزاره لاتخاذ الاجراءات اللازمه للتعامل مع الامطار المتوقعه كلا في اختصاصه. وللمزيد عن هذا الموضوع ينضم الينا هاتفيا الدكتور يسري خفاجي المتحدث باسم وزاره الري. دكتور يسري، نرحب بحضرتك على اكسترا نيوز وصباح الخير، وابرز استعدادات الوزاره لهذا الموسم. صباح الخير استاذ همام. وزاره الموارد المائيه والري بتكون وهي مستعده على مدار العام، بدايه على اساس توفي الاحتياجات المائيه من خلال اطلاق المياه في المجاري المائيه على المناسيب المقرره، وايضا برضو تضبيط المناسيب خلال موسم الخريف مع بدايه السيول وفصل الشتاء والاحتياجات المائيه بالمقررات المائيه والمقارنات المائيه بتاعت اقل موسم اقل احتياجات، فتخفيض المناسيب بيبقى موجود ضمن برامج إدارة الموارد المائية. طيب على مستوى الحماية بقى من نقول مخاطر السيول الغير متوقعة، السيول العالية والأمطار اللي بتنزل على غرب الدلتا اللي بتروح وتنزل على المناطق سيناء ونقول برضو تاني البحر الأحمر ومرسى مطروح ومحافظات الصعيد المتاخمة للبحر الأحمر من الناحية الشرقية بنهر النيل. وزارة الموارد المائية والري بتطهر المخرات في منطقة الصعيد وبتجعلها جاهزة تماما. مخرات سيول دي أنشأتها الوزارة، مخرات صناعية، مجاري مائية صناعية أنشأتها وزارة الموارد المائية من خلال قطاعها المعني قطاع التوسع الأفقي، وتشرف عليها قطاع الري والإدارات الري. طيب مخرات سيول لابد أن تكون جاهزة حتى تستوعب المياه التي تأتي من الأمطار والسيول وتصرفها على المجاري المائية اللي هي بنقول الترع والمصارف، وهناك مخرات سيول بتصرف مباشرة على نهر النيل، وبالتالي نكون قد وجهنا المياه التي قد تذهب إلى القرى والزراعات والمنازل بصفة أساسية إلى مجاري يتم الاستفادة بها في نهر النيل والمجاري المائية، ويتم نقول استخدامها ضمن الميزان المائي بدرجة محدودة. ده فيما يخص مخرات سيول. وأيضا على مخرات سيول بيتم قطاع التوسع بيبني منشآت حماية تحد من شدة السيل في المناطق الجبلية المواجهة للنيل من الناحية الشرقية مواجهة للبحر، سلاسل جبال البحر الأحمر زي سدود الإعاقة، بيتكون أمامها بحيرات تخزين بتشحن خزان الجوف النيلي في هذا المكان. لو وطلعنا شمالا شرقيا هنجد ان احنا عندنا منشآت حماية كبيرة جدا، يعني عددها يتجاوز 1070 منشأ حماية موزع ما بين سيناء، ما بين البحر الأحمر، ما بين مرسى مطروح. المنشآت دي تتراوح وتتنوع ما بين سدود إعاقة وخزانات توجيه وخزانات تخزين وبحيرات جبلية وبحيرات صناعية كبيرة جدا تستوعب المياه وحواجز توجيه حتى برضو توجه مسارات السيول بعيدا عن المنشآت الحيوية والاستراتيجية والطرق الرئيسية، وأيضا عن المناطق السكنية اللي هي بتبقى موجودة. خزانات الأرضية بيتم فيها تخزين المياه في المناطق المسطحة زي المنطقة الغربية على طول الساحل، مرسى مطروح باسكندرية غربا إلى مرسى مطروح، هناك منشأ أكثر من 700 خزان أرضي في هذا المكان. التربة نفاذيتها بتبقى عالية فبيتم شحن الخزان الجوفي. غرف العمليات في المحافظات، هناك غرف عمليات في كل محافظة من السيد رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بكافة أجهزة الوزارة جاهزين ومستعدين. طب هم جاهزين ومستعدين كيف يتنبأوا بالأمطار؟ في مركز تنبؤ موجود في الوزارة بيتنبأ بالأحوال، نقول بالعواصف المطرية، وبيحسب كميات الأمطار اللي بتأتي من خلال نماذج رياضية وصور أقمار صناعية. هذا الكلام معترف به عالميا، بيتم حساب الكميات وشدة الأمطار على مدار 72 ساعة بدرجة مصداقية عالية. نعم دكتور يسري، إذا هذا العام لن نرى أي تأثيرات سلبية للسيول على المواطنين جراء الأمطار أو السيول؟ هقول لحضرتك حاجة، المنشآت اللي تم إنشائها أستاذ همام هي منشآت تم تصميمها بناء على التقديرات. نعم. والعواصف المطرية التكرارية اللي بتحدث كل 100 سنة،
اللي هي موجودة. ما زاد عن هذا سيكون له تأثيرات، وإن شاء الله ما يكسدش عن 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 هذا عن هذا الكلام. نعم. ولكن إحنا بنقول تاني إن حضرتك منطقة وادي وتير في نويبع مناطق كثيرة جدا حصل فيها وإحنا مش شايفين، يعني لم يظهر على السطح. نرجو من الجميع برضو أيضا أن يرى الجانب الإيجابي، متى لم يحدث أي جزء سيء لا قدر الله بالشكل اللي الناس كانت متوقعة، نبحث عن الجانب الإيجابي ونقول إن هناك دولة موجودة وتنفذ منشآت إحنا مش شايفينها لأنها جوه الجبال والوديان، ولكنها حمت وتحمي بأرض. نعم. وأنتم أعلنتم أنه تم تركيب أكثر من 25 محطة طوارئ بمنطقة غرب الدلتا. على كل أحوال دكتور يسري خفاجي المتحدث باسم وزارة الري، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل.